ومن موجز الأخبار إلى جولتنا على الصحف، وأبدأها من صحيفة النهار التي كتبت اليوم على موقعها الإلكتروني: استقلال أم استغلال؟ وجاء في المقال: لبنان لا حاليا في الوضع الأسوأ بتاريخه سياسيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا، خسر انتماءه الوطني ووجهه العربي وعلاقاته مع الغرب، لا توجه شرقا ونجح ولا أمكن للفرس هضمه. الانتداب الفرنسي الذي صرنا نترحم على أيامه عاد يمارس دوره كما قبل الاستقلال، وتحولت المبادرة الفرنسية خشبة الخلاص الوحيدة. والاحتلال لا يزال يقبع على أرض لبنانية ربما متنازع عليها مع سوريا، ولا يقوى لبنان رغم العنتريات على تحصيل حقوقه في البر والبحر، رغم التبدل في موازين القوى ما بين الأمس واليوم. في ظل هذا المشهد المخزي يتناطح أهل السلطة كبيرهم وصغيرهم وبكيدية واضحة ووقاحة موصوفة على تبادل التهم والشتائم أيضا، محاولين التملص من مسؤولياتهم، يتسابقون في عرض خططهم الإصلاحية ومشاريعهم مشاريع القوانين المقترحة من قبلهم وخططهم للكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم الإلزامي، فيما خلافاتهم وصراعاتهم ومصالحهم وأيضا سرقاتهم وفسادهم وتغطيتهم الفاسدين تمعن في إغراق الخزينة العامة بالعجوزات وتضاعف الدين العام وتفلس البلد. لن يكون الحل ولن يكون استقلال مع هذه الطبقة السياسية الفاسدة، ولن يكون انفراج مع هذا الالتصاق بالكراسي وتوارثها. الحل استقالة هؤلاء جميعا أو بإزاحتهم بالقوة ولو بقوة خارجية، لأن الاستقلال لن يتحقق معهم وسيبقى استغلالا لكل ما بقي من خيرات وفرص. ومن صحيفة النهار إلى صحيفة الأنباء، الحراك الحكومي مفرمل وخطاب عون محاولة تنصل من واقع البلاد. علقت مصادر مراقبة على كلمة عون بالقول: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر، مستبعدة ألا يكون عون على دراية بكل ما أشار إليه بعد مشاركته في الحكم من العام 2005 وحجزه للوزارات الدسمة في كل حكومة شارك فيها قبل وبعد الرئاسة هو وتياره السياسي، كالاتصالات والعدل والطاقة والخارجية والاقتصاد وغيرها من الوزارات، حتى وصلت حصته في إحدى الحكومات السابقة إلى 10 حقائب. وهذا وحده يكفي لإظهار التناقض مع كل ما حملته كلمته من عناوين حاول عبرها التنصل من مسؤوليته وتياره السياسي عما بلغه واقع الدولة. وفي هذه الأثناء لا يزال الحراك الحكومي مفرملا، وقد اعتبرت مصادر مطلعة عبر الأنباء أن كلام عون حول التأليف كاف للتعبير عن حجم التباعد والاختلاف وجهات النظر بينه وبين الرئيس سعد الحريري، إلا أن مصادر عين التين حولت في حديثها لجريدة الأنباء الإلكترونية التلميح إلى جوانب إيجابية في كلمة عون عبر دعوته لإطلاق حوار وطني لبحث ما يتطلبه البلد في كل القطاعات السياسية والأمنية والدفاعية، مؤكدة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري من أشد المتحمسين لهذا الحوار وكل ما يقرب اللبنانيين من بعضهم البعض. والآن إلى موقع الثبات، وكتب اليوم مقال الحريري: ممنوع على عون وباسيل تسمية أي وزير. جاء في المقال بعد وصول المفاوضات البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي إلى حائط مسدود وبدء الأخير بالتمهيد لإعلان فشل هذه المفاوضات، ترافق ذلك مع وصول المشاورات الحكومية بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس سعد الحريري إلى حائط مسدود أيضا، بعدما وضع الأخير موانع تعجيزية في مسار تأليف الحكومة المرتقبة تمثلت بثلاث لاءات هي الآتية: أولا، ممنوع الاعتذار تحت طائلة وضع الحريري على قائمة العقوبات الأمريكية. ثانيا، ممنوع على الرئيس عون والنائب جبران باسيل تسمية أي وزير. ثالثا، ممنوع على حزب الله أو أي شخصية يسميها الحزب المشاركة في الحكومة المرتقبة بناء لأوامر السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شي، التي هددت رئيس الحكومة المكلف في شكل مباشر بإدراج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية. أمام هذا الواقع، خصوصا في ضوء التهديدات الأمريكية للحريري، بات في وضع مأزوم، فهو يخشى سيف هذه العقوبات لأنها تطاول أمواله ومصالحه الشخصية في الخارج من جهة، وبالتالي ذهب ليبالغ في إظهار التشدد في التمسك بشروطه أو موانعه المذكورة. والآن إلى وضع كورونا في لبنان. في النشرة: حصيلة الإقفال بسبب كورونا 70 سريرا إضافيا في المستشفيات. جاء في هذا المقال: في 10 من تشرين الثاني الجاري اتخذ مجلس الدفاع الأعلى قرارا بإقفال البلاد مع استثناء بعض القطاعات لإراحة الطاقم الطبي وتجهيز المستشفيات لاستيعاب المرضى المصابين بالوباء. تلفت مصادر وزارة الصحة إلى أننا كنا في السابق قد تحدثنا عن الإقفال وأشرنا إلى أنه خلال تلك الفترة سنقوم بتجهيز
56 غرفة في العناية الفائقة، ولكن وحتى يوم الاثنين جهزنا 70 غرفة أو سرير، وهذا مكلف جدا لأن كلفة السرير مع الآلات تصل إلى 100,000 دولار لما تتضمنه من معدات وآلات تنفس، تبلغ قيمة الواحدة حوالي 35,000 دولار. وينضم إلينا بما أننا نتحدث عن كورونا وبما أننا اليوم في نصف المهلة التي حددتها الحكومة الإقفال لأسبوعين، مرة أسبوع وهناك أسبوع آخر، وسينضم إلينا لدراسة الواقع والوقوف عند تحليل الأرقام التي وصلنا إليها الآن البروفيسور جاك مخباط الاختصاصي بالأمراض الجرثومية وعضو اللجنة العلمية في وزارة الصحة لملف كورونا. صباح الخير بروفيسور. صباح النور أهلين بروفيسور. يعني حضرتك، سأبدأ دغري من الآخر، بآخر تصريح لك تقول بأنه الإقفال لأسبوعين لا يكفي، يجب أن يكون الإقفال ممتد من 4 أسابيع إلى 6 أسابيع. اليوم أسبوعين والشعب اللبناني ما بلع، فكيف إن كان بدنا نروح إلى 6 أسابيع من الإقفال بحسب رأيك، ورأيك هو علمي وطبي؟ أنا أولا أنطلق من ناحية المبدأ البيولوجي ومبدأ قدرة المستشفيات على استيعاب، يعني تقدر تحضر حالة أكثر لاستقبال المرضى، لنستطيع تنريح المستشفيات حاليا اللي هلأ بالوقت الحاضر هي بحالة استنفار تام، ووصلت إلى يعني مرحلة عم ننجبر أنه نلاقي طرق لتوزيع المرضى ورفضهم، وحتى توضع آلية أي نوع من المرضى نستطيع أن نستقبلهم أو لا في المستشفى. فلذلك لما وصلنا لهيك مرحلة أنا بظن صرنا من الضروري جدا أنه نعطي بريك، ما نقول راحة، للجسم الاستشفائي والطبي تيقدر يرجع نشاطه، يستعيد نشاطه. بس إذا بناخد المثل الأرجح أنه الطبيب المريض العادي اللي بيدخل على الطابق العادي بالمستشفى إجمالا ما بيطلع من المستشفى بأقل من أسبوع، واللي بيقعد بغرفة العناية الفائقة إجمالا ما بيطلع من المستشفى بأقل من أسبوعين أو 3 حتى. عادة المعدل بالبقاء في العناية الفائقة عالميا هو حوالي 3 أسابيع. فلذلك إذا أخذنا أسبوعين ما منكون أبداً استنفرنا أو ريحنا شيء، خاصة أنه نحن بالوقت الحاضر نستقبل الأشخاص يلي أصيبوا في الأسبوع الماضي. يعني عادة المرض يتطور وبتبلش العوارض الخطرة في المرض التي تستوجب الدخول إلى المستشفى، بتبلش عادة بخلال أسبوع، يعني من بعد 7 يوم من الإصابة بنبلش. يعني بروفيسور بس للتوضيح، بتبلش العوارض يلي تستوجب الدخول إلى المستشفى. إذن يلي عم نستقبلهم حاليا هن يلي أصيبوا الأسبوع الماضي. لهيك الأرقام بعدها مرتفعة على اليوم، يعني وزير الصحة قال يوم ميزاتك كنت هلأني عم بعمل الحسابات من تقريبا أول الشهر إلى الآن ما صار في أي تغير أبدا. بارح 1628 إصابة، يعني بعد الرقم عالي من بعد أسبوع على الأقفال. ما ناخد الرقم، بردون ما رح ناخد الرقم، خلا ناخد نسبة الفحص الإيجابي على عدد الناس اللي نعملهم الفحص. خلينا ناخد النسبة أوكي. نعم. نسبيا منلاقي أنه من أول الشهر إلى الآن تقريبا نحن عم نحلق بين 14-15%. أوكي. مرات عم يطلع لل 19، مرات عم ينزل لل 10، بس المعدل هي بين 14-15%. يعني برأيك بعد أسبوع لحتى نلمس النتائج الإيجابية، وبعد أسبوع سيكون هناك إعادة فتح عام للبلد، يعني برأيك ساعتها كل اللي عملناه رح يروح دعان بهالأسبوعين؟ أنا برأيي نعم، 100%، 100%، خاصة إنه يلي سكر بالبلد هي سكرت
المؤسسات الصغيرة، المؤسسات الخاصة الصغيرة، هيدي الشغلة الوحيدة يلي سكرت. المرافق العامة ما سكرت، المصارف ما سكرت، المؤسسات الحكومية ما سكرت، أكيد المأكل مبيعات الأكل أكيد ما سكرت، والأجهزة الطبية ما سكرت. يعني اللي سكر الوحيد هو يلي عم يبيع بالمفرق ويلي عم يبيع مطعم، هيدول الوحيدين يلي سكروا. ونحن بنعرف انه هيدا بشكل عدد قليل ولكن عدد فعال وضروري جدا في المجتمع اللبناني. المعامل بعدها فاتحة كتير منيح، بس انه كيف بدنا نوقف اقتصاديا؟ كتير منيح، يمكن اقتصاديا قدرنا نخلي البلد نوعا ما ماشي بجوز، بس هيدا ما ما نضحك على حالنا انه نحن وقفنا الوباء. ما في قوة، ونحن مش هدف توقيف الوباء، الهدف انه نريح المستشفيات. ما في هدف بتوقيف الوباء لا بلبنان ولا بفرنسا ولا بانجلترا يلي عملوا كمان لوك داون على شهر. ما حدا عم يضحك على حاله عم بيقول رح يوقف الوباء، يلي عم بيقولوا انه بدنا نريح الجسم الطبي والاستشفائي حتى يرجع يكون مستعد ليستقبل هالموجة الهائلة اللي رح تجي علينا. الموجة الهائلة، أنا برجع بكرر، التسونامي الثاني اللي رح يطلع لعنا هلأ نية على رأس السنة وبشهر كانون الثاني، لأن بهالمرحلة هيدي رح تبلش تجي الإصابات بالإنفلونزا والإصابات بالكورونا بنفس الوقت. وزيد على ذلك أنه الناس بمرحلة الأعياد، بمرحلة الفرص السنوية، رح يظهروا يشتروا أغراض، ورح يعملوا إذا بعد معهم نشكر الله الدولة اللبنانية فلستنا لدرجة أنه ما بقى حدا يقدر يشتري أغراض، طمن لك بالك. بس بالقليل رح يجتمعوا بين بعضهم، صحيح ما في حفلات بالمطاعم، بس رح يعملوا حفلات ببيوتهم. إذن رح يجتمعوا بالبنازل ورح يجتمعوا مع الجيران والأهل والقرايب، إذن رح ترجع تقلع الوباء بشكل خيالي ابتداء من كانون الثاني. نعم بروفيسور، ها بالنسبة لانتقادك إنه المستشفيات يستعدوا. نعم هيدا إذن بالنسبة أنا ما بكفي. هيدا بروفيسور بالنسبة لانتقادك لخطة الأقفال. بالنسبة للأدوية، يعني وزير الصحة كان أكد بأنه تم شراء كمية من الأدوية وتحديدا دواء ريمديزيفير، ولكن اليوم بتقول منظمة الصحة العالمية أو لا تشجع على هذا الدواء، بوقت في السلطات الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية كانت نصحت أو يمكن شجعت على دواء شركة ريجينيرون يلي أخذوا الرئيس دونالد ترامب. فيعني شو الأدوية اليوم اللي أنتوا عم تعطوها بالمستشفى دكتور؟ يعني في عدة تناقض نوعا ما بين الطب، بين الأطباء بلبنان. أكيد كل واحد يتبع قناعاته الطبية وقناعاته العلمية. في المبدأ العام إجمالا أنه لا نزال نصف في أطباء بيوصفوا الريمديزيفير، وفي أطباء بلشوا يوصفوا الفافيبيرافير، وفي أطباء عم بيوصفوا البلازما يعني الدم المستخرج من الدم الأبيض المستخرج من الأشخاص يلي شفيوا من الكورونا. يعني هيدولي عم نقدر نستعملهم حاليا للعلاجات كعلاج. إنما صراحة أنا بقول لك بكل صراحة، إذا بتطلع على المقالات العلمية وإرشادات المنظمات الدولية، ما حدا بيقول لك إنه هيدول الأدوية عندهم الفعالية يلي يعني بتغير مسار المرض وبتغير مسار الحالات المرضية ككل. يعني لذلك في نقاش عليها، خاصة إنه منظمة الصحة العالمية بعثت إرشاد من بعد دراسة واضحة، خاصة اتخذت بعين الاعتبار فعالية الريمديزيفير يلي فعاليته بالوقت الحاضر كانت صراحة كثير ضعيفة. ثانيا ما في أي تخفيض
يعني ما خففت بعدد الوفيات وما خففت بعدد الدخول إلى غرفة العناية الفائقة، بالعكس. يعني جبنا بروفيسور على لبنان أضعف دواء. مش أضعف دواء، أقل دواء فعال. هو الوحيد الموجود. لا سوري، هو الوحيد الموجود. لا ما لا 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 أنا بغلطك هون، منه أضعف الدواء، هو الوحيد الموجود. لا لأنك عم بتقلي دكتور إنه ما خفف من شيء. لا، منظمة الصحة العالمية أعادت الدراسات، يعني هيدا هلا جمعة الماضية أعادت الدراسات كلها اللي نشرت عن الريمديزيفير، وتبين إنه ما في ما بيخفض الوفيات، ما بيخفض مدة، بيخفض شوي مدة البقاء في المستشفى، بس لا بيخفض الوفيات ولا بيخفض الدخول إلى غرفة العناية الفائقة، وفي مرحلة محددة من الوقت يلي لازم نقدر نستعمله. أوكي، بقى لهالأسباب هيدول، وخاصة لما نتخذ بفكرة كلفته للدواء يلي هو يكلف في السوق الطبيعية حوالي 700,000 ليرة يومية، وبالسوق السوداء ما يفوق $500 يومية. نعم. يعني بظن بهالطريقة بهالسبب هيدا، وخاصة أنه عنده سميات، قامت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه هيدا الدواء بالوقت الحاضر لا ينصح به. أما المؤسسات الأمريكية والأوروبية لا تزال تقول أنه نقدر نستعمل الريمديزيفير ببعض الحالات المحددة لمساعدة بعض المرضى، ونحن استعملناه بلبنان. ما بقدر أقول لك، لأن الأعداد اللي استعملناها كانت قليلة، إذا ما بنقدر نقول إذا صار في عنده مفعول نحن عنا بلبنان. هلأ الدواء الأمريكي الجديد ريجينيرون اللي عملته شركة ريجينيرون، بعد ما حدا قدم طلب تيجي إلى لبنان، وأكيد نعم. ضروري إذا عنده برهنة فعاليته وصار موافق عليه من المنظمات العالمية. نعم بروفيسور، أكيد بنشدد إنه نجيبه، بس بدنا نكون واقعيين. نحن بلبنان ما بقى فينا نتفلسف ونجيب آخر وأحدث طرق الطبابة، خاصة أنه ما بقى في عنا القدرة المالية لتحمل هذه الكلفات. نعم. نحن عملنا الوحيد والأساسي هي لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي. هيدول ما بيكلفوا شيء، وهن يلي بيحموا من كل شيء، الوحيدة أنه نقدر نحمي حالنا. شكرا. بليز. نعم. وبانتظار، بأمل الانتظار والصلاة لظهور اللقاح. بروفيسور جاك مخباط الاختصاصي في الأمراض الجرثومية، شكرا لك ولا انضمامك لنا للوقوف عند يعني هذه الخطة، خطة الإقفال، خصوصا بأنه كان في عندك رأي مغاير وهي أنه تمتد إلى 4 وإلى 6 أسابيع وليس فقط لأسبوعين. شكرا لك.